25 عاما وأبو جعفر كغيره من المصورين في الميادين بقي الجندي المشهول، لكنه لطالما كان بالنسبة لقناة المنار الجندي البطل وموثق انتصارات المقاومة. اليوم وبعد 25 عاما من إيصال الصورة فقدت عدسة المنار بطل الميدان. محمد منتش ليس مصورا فحسب، بل هو مسؤول الإعلام الحربي لحزب الله في منطقة القلمون ودليل الصحفيين إلى سوريا. أبو جعفر لم يشبع من تنويهات السيد حسن نصر الله العديدة له، بل أحب دائما أن ينال الشرف الأرفع وهو الشهادة. وقبل مغادرته منزله وعائلته المؤلفة من شابين وفتاة ودعهم كالعادة كأنها المرة الأخيرة. داخل منزله في كفرسير حيث شيع العائلة وخاصة زوجته وابنته فخورتان بهذه الشهادة. أما في الخارج وفي ساحة البلدة شابان فخوران أيضا ببطل رفع رأسهم، فعبد الكريم ومصطفى وزعا الحلوى فرحا بشهادة والدهما، وكيف لا وهو حلم كان يتمناه. محمد أو أبو جعفر كما عرفه الزملاء ممن دخلوا سوريا في الأونة الأخيرة كان مبعث الأمان لهم، فهم لم يدخلوا أي ميدان إلا بمرافقته ورعايته، وهم يقولون دائما بأنه المبتسم الذي يكون معهم في كافة التفاصيل. أبو جعفر كما زميلنا الشهيد حمزة والشهيد حليم ناموا قريري العين في معلولة، فهم الذين ذهبوا ليوثقوا هزيمة التكفيريين فإذا بهم يصبحون الانتصار. فهنيئا للإعلام والصحافة بشهداء حملوا رسالتهم إلى كفنهم. من كفرسي الجنوبية، نوال بري، قناة الجديد.